بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد إمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أولا، قبل أن نبدأ، أحمد الله سبحانه وتعالى أن جمعنا في هذا المكان، وأسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في الفردوس الأعلى في الجنة مع نبينا عليه الصلاة والسلام، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجزي خير الجزاء كل من كان سببا في إقامة هذه الدورات. لماذا ندرس العقيدة الطحاوية؟ تقدم معنا إخواننا، اترك الكتب الشيخ، اترك الكتاب، تقدم معنا يعني لماذا ندرس التوحيد، لماذا ندرس العقيدة، لكن لماذا اخترنا دراسة هذا المتن؟ لماذا كانت هذه الدورة في العقيدة الطحاوية؟ لماذا ندرس العقيدة الطحاوية؟ ما السبب؟ نعم الشيخ، في العقيدة، لهذا ندرس العقيدة، لكن لماذا اخترنا دراسة هذا المتن بالذات، متن العقيدة الطحاوية؟ نعم الشيخ. نعم، شاملة نافعة. أخواننا، احنا لدينا شروط للدعوة، وقد تقدم هذا معنا في كتاب التوحيد أن شروط الدعوة خمسة. الأول الإخلاص، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. الثاني العلم الشرعي على بصيرة. الثالث معرفة حال المدعو. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فلا بد معرفة حال المدعو. لماذا؟ حتى تأخذ لهم الأهبة والاستعداد، كيف تخاطبهم، ماذا لديهم من الحجج، من الشبهات، من كذا. العلماء رحمهم الله تعالى رتبوا لنا العلم، لم يبقى معنا إلا أن نسير على هذا الطريق. يعني مثلا قالوا أول ما يبدأ به الطالب يبدأ بالتوحيد، وأول ما يبدأ في التوحيد يبدأ بالأصول الثلاثة، ثم كتاب التوحيد، ثم العقيدة الواسطية، وأهم كتب على ما يذكر الشيخ بن باز رحمه الله تعالى كتاب التوحيد والعقيدة الواسطية، هذه أهم كتب تدرس في التوحيد والعقيدة. لكن الآن لدينا مناطق، بعض المناطق لا يصلح أن تأتي وتدرس فيها العقيدة الواسطية، لأن بعض الناس يعني نشأ على المذهب مثل مذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، فمن الحكمة في الدعوة عندما تأتي لهذه المناطق مثل شرق آسيا مثلا، عندنا الآن هذه الدول نحن نعرف أنهم على المذهب، مذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، فخطأ عندما تذهب وتأتي وتدرس العقيدة الواسطية، تأتي وتدرس العقيدة الطحاوية، تأتي مثلا المغرب العربي، دول المغرب العربي تدرس عقيدة من؟ عقيدة الإمام مالك رحمه الله تعالى، ثم عقيدة الإمام مالك، عقيدة الإمام أحمد، عقيدة الإمام الشافعي، عقيدة الإمام أبي حنيفة رحمه الله الجميع، هي عقيدة واحدة، لأن هؤلاء أئمة لمن؟ لأهل السنة. وهذا من الحكمة في الدعوة، لهذا يعني اخترنا دراسة هذا المتن، لأنه قد الواحد منا يسافر إلى هذه المناطق فيأتي ويدرس العقيدة الطحاوية، أو يدرس يعني شيء من معتقد الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. أحد الدكاترة عندنا في الجامعة الإسلامية في القديم كانت هناك دورات في الإجازة الصيفية، يعني الجامعة ترسل مشايخ دكاترة إلى مناطق مختلفة،
وأرسل هذا أحد الدكاترة إلى منطقة في أفريقيا، يقول وصلت هذه المنطقة ومقرر على هذا الشيخ أن يدرس كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. يقول وصلت إلى المنطقة، وإذا المنطقة يعني صوفية تيجانية، يعني يقول الصلاة عافية السلام، كيف أدرسهم كتاب التوحيد هؤلاء وهم يعني يعرفوا، يقول عني ويقول عني أنني وهابي. يقول ظللت هذه الليلة والله ما استطعت النوم، حتى جاء يقول الإمام وأوقظني لصلاة الفجر، أظنني نائم وما يعني يقول يعني أبد هذه الليلة لم أذق النوم قط. فيقول صلينا الفجر، صلى بنا الإمام، ثم بعد الصلاة قال جاءنا هذا الشيخ من المملكة ويدرس، تفضل. يقول قمت وقلت عقيدة من؟ أنتم على عقيدة من؟ تدرس أي كتب؟ قال والله نحن ندرس عقيدة الإمام التيجاني. فقال أنا أدرسكم عقيدة الإمام التيجاني. قل استغربوا، قلت هذه عقيدة كل مسلم، كل مسلم لابد يعتقد هذا المعتقد الإمام التيجاني وكذا وكذا وكذا. وقل بدأت ودرستم معتقد أهل السنة والجماعة، يقول ظللت شهر معهم، درستم كتاب التوحيد ورجعوا إلى معتقد أهل السنة والجماعة وفرحوا بهذا، وأرسلوا رسالة بعد انتهاء الدورة إلى الجامعة الإسلامية، قالوا لا تبعثوا لنا بعد اليوم إلا فلان، هو الذي يعرف معتقدنا، البقية كلهم وهابية. فحتى الآن في المقرر في المدارس يقرر أحيانا على الأستاذ يعني كتاب من الكتب صحيح، لكن يأتي هذا الأستاذ ويشرح بالذي يعتقد، فلا إشكال في الكتاب. نعم الكتاب له دور، لكن أحيانا تضطر لتدريس بعض الكتب. ولهذا يقول بعض العلماء أنت تضبط الآن كتاب التوحيد والعقيدة الواسطية، ثم لو تأتيك أي عقيدة الآن تشرحها كما تجعل لديك أصل عقيدة الواسطية وكتاب التوحيد، ولا إشكال يأتي أي كتاب ولا يضر هذا. لدينا مدرس شيخنا الشيخ حيد حفظه الله، جاء رجل طالب صغير وقال شيخ أريد تشرح لي كتابا في النحو. قال يا ولدي أنا لا أعرف نحو السعوديين، أنا أشرح لك نحو الشناقض. قال لا لا لا، نحو الشناقض ما أريد، أنا أريد نحو السعوديين. يقول يا ولدي ليس هناك فرق، نحو السعوديين نحو الشناقض نحو الكويتين كله نحو، مفهوم؟ فالفقه يعني فقه الدعوة، معرفة حال المدعو. ولهذا ندرس هذا المعتقد، معتقد الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. سنتكلم بإذن الله تعالى كلمة موجزة عن ترجمة هذا الإمام. نعم قال قال رحمه الله وما يعتقدون من أصول الدين. لا تذكر الترجمة. نعم. الإمام أبو حنيفة هو الإمام النعمان بن ثابت الكوفي، ولد سنة 80 للهجرة وأدرك جماعة من الصحابة. قال الخطيب رحمه الله إنه رأى أنس بن مالك، وكان رحمه الله عالما عاملا زاهدا عابدا ورعا تقيا كثير الخشوع دائم التضرع إلى الله تعالى. مات سنة 150 للهجرة، وهي السنة التي ولد فيها الإمام الشافعي رحمه الله. نعم الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، يا أخوانا حب الأئمة ومنهم الإمام أبو حنيفة، حب أبو حنيفة من الإيمان. لماذا؟ حب أبو حنيفة رحمه الله من الإيمان، دين والله نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه إمام من أئمة أهل السنة والجماعة. فهؤلاء الأئمة نحن لا نذكرهم إلا بالجميل، لا نذكرهم إلا بالخير. المعصوم من عصم الله، الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وكل يؤخذ من قوله ويرد، لكن لا نذكرهم إلا بالجميل ونثني عليهم، لأن الطعن فيهم طعن في من؟ لو تطعن في إمام من أئمة أهل السنة والجماعة أنت في الحقيقة تطعن في من؟ تطعن في السنة. يعني الآن
مثلا نحن في هذه الدولة المباركة، أسأل الله سبحانه وتعالى يديم عليها نعمة الأمن والإيمان، لو تكلمنا عن رجل واحد من الحكومة، معنى هذا أننا نتكلم في من؟ في الحكومة، لهذا الحكومة تحاسب هذا من يتكلم، صحيح؟ أي نعم. فكيف عندما نأتي ونتكلم على إمام من الأئمة؟ فنحن نذكرهم إلا بالجميل ونقول حب هؤلاء من الإيمان. نعم الثاني. نعم ترجمة. هذا الإمام عالم زاهد ورع عابد. إخواننا أهم شيء لدينا العلم بالعمل، العمل بالعلم، وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. هذا الإمام يعني عرف عنه رحمه الله تعالى ورضي عنه. الترضي هنا الذي ذكر هذا لا إشكال فيه، نحن نعرف أننا إذا ذكرنا الله نقول سبحانه وتعالى أو عز وجل، وإذا ذكرنا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام نصلي ونسلم عليهم، وإذا ذكرنا الصحابة نترضى عنهم رضي الله عنهم، وإذا ذكرنا العلماء من بعد الصحابة رضي الله عليهم نترحم عليهم، الأموات نترحم عليهم، والأحياء نقول حفظهم الله، صحيح. لكن الترضي عن الصحابة هو فيه خبر وإنشاء، نخبر أن الله رضي عنهم وندعو الله سبحانه وتعالى أن يرضى عن الصحابة رضوان الله عليهم. أما الترضي عن غير الصحابة يصح، لكن هو من باب واحد، من باب الدعاء فقط، فيصح أن تترضى. لكن إذا كان يشكل هذا على السامع لا تترضى، ترحم. كيف يشكل على السامع؟ يعني الآن أقول قال علي بن أحمد، علي بن أحمد لو قلت رضي الله عنه هذا يظن أنه صحابي، لكن عندما أقول قال الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول هذا لا يشكل عليه، أنا أعرف أن الإمام الشافعي ليس بصحابي، والترضي هنا من باب الدعاء لا من باب الإخبار، مفهوم؟ فهنا عندما يترضى يقول قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، قال أبو جعفر الطحاوي رضي الله عنه، هذا لا إشكال في هذا، مفهوم أخواننا؟ نعم. وإذا كان هناك إشكال ترحم، مفهوم؟ نعم نعم. الطحاوي أتكلم. نعم. الآن ترجم للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى المؤلف. هو الإمام العلامة أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الأزدي، إمام جليل القدر مشهور في الآفاق، وذكره الجميل مملوء في بطون الأوراق. ولد سنة 290 للهجرة، وقيل سنة 230 للهجرة. تفقه أولا على خاله المزني صاحب الإمام الشافعي على مذهب الإمام الشافعي، ثم تحول حنفيا فتفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة، وهو رحمه الله كسائر الأئمة الكبار الذين لم يسلكوا مسلك التقليد الذي لا بصيرة فيه في مدارك الأحكام، ولكن الأصول الشرعية التي مشى عليها وافقت أصول الإمام أبي حنيفة التي بنى عليها مذهبه. نعم إخواننا، التقليد الآن أو الدراسة، التقليد شيء، الدراسة على المذهب. يعني الآن لو ننظر في ترجمة كثير من العلماء، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أول ما طلب العلم طلب على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى دون تعصب ولا تقليد أعمى، درس على هذه الطريقة، لأنهم قالوا في شيخ الإسلام هو في أول الأمر درس على المذهب، مذهب الحنابل، ثم في آخر الأمر أصبح مجتهدا، الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في أول الأمر، وعلى هذا سار الأئمة. عندما تدرس يعني مذهب من المذاهب وهذه المؤلفات والكتب التي ألفت، هذا والله يعني فيه خير كبير، لكن تحذر من التعصب، التقليد الأعمى، ترك الأدلة. ثم الآن مثلا لو جئت إلى مذهب الإمام أحمد مثلا وتأخذ مثلا الزاد، زاد المستقنع، و تجد الزاد يجمع لك مسائل كثيرة متفرقة،
في ماذا؟ في كلام مختصر. شروط الصلاة كذا 9 مثلا، واجبات الصلاة 8، فتجد أن الأمور تجتمع معك الآن بماذا؟ بالدراسة على المذهب، دون التقليد ولا التعصب، وتسير على هذه الطريقة ولا إشكال بإذن الله تعالى. الإشكال، كل الإشكال في ترك الأدلة من الكتاب والسنة. ثم البعض يقول لا، عندما ندرس المذهب الآن نترك الكتاب والسنة. لا، أصلا من أين جاء هؤلاء بهذا الكلام؟ من الكتاب والسنة. نعم نعم. ولهذا لما ذكر ابن القيم جماعة من أهل العلم في النونية قال: ما في الذين حكيت عنهم آنفا من حنبلي واحد بضماني، بل كلهم والله شيعة أحمد، فأصوله وأصولهم سياني. ألف رحمه الله مؤلفات كثيرة شهيرة كمعاني الآثار ومشكل الآثار وغير ذلك. مات سنة 21 و300، وهو منسوب إلى قرية طحا بأسفل أرض مصر، رحمه الله تعالى. نعم، رحم الله الجميع. نعم أخواننا، هؤلاء أئمة ساروا على هذا الطريق وألفوا مؤلفات، ونحن الآن إذا أردنا أن الله سبحانه وتعالى يضع لنا البركة في علمنا نسير على هذا الطريق، لأن مؤلفات هؤلاء عندما ألفوا وساروا في هذا الطريق سبقونا إلى العلم. يعني الآن مثلا، لماذا ندرس كتاب التوحيد، الأصول الثلاثة، العقيدة الواسطية؟ لماذا لم يضع الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى مؤلفات غير هذه المؤلفات ويلغي هذه المؤلفات؟ هذا ما يمكن يكون عليه العلماء، لأن هؤلاء سبقوا إلى الطريق. فإذا أردنا أن الله سبحانه وتعالى يبارك لنا نسير على هذا الطريق. والله يقال والله أعلم، الإمام صاحب الألفية ابن مالك رحمه الله تعالى، ابن مالك رحمه الله ألف ألفية في النحو، لكن سبق من من ابن معطي الزواوي. يقال والله أعلم أنه كتب في أول الألفية، قال: فائقة ألفية ابن معطي، ثم نام. في المنام رأى من؟ رأى ابن معطي الزواوي، فقال له: فائقة ألفية ابن معطي، يعني هذا قول من؟ قول ابن مالك. ابن معطي الآن ينبه على هذا، قال: فائقة ألفية ابن معطي، والحي خير من ألف ميت. قال: أنت الآن حي وأنا ميت، ولو كنت معك في الحياة أنافسك، الآن ما أستطيع، فلابد تذكر لي ماذا؟ ها، الفضل والسابقة. فاستيقظ الإمام ابن مالك رحمه الله وكتب: فائقة ألفية ابن معطي، وهو بسبق حائز تفضيلا، مستوجب ثنائي الجميلة، والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. إذن يا أخواننا، لابد نعترف لهؤلاء بالعلم والفضل ونسير على هذه الطريقة. وعندما تأتي إلى منطقة من المناطق تبحث عن أفضل كتاب لديهم، تأخذه وتبدأ تشرح فيه على ما تقدم لديك من الكتب التي يعني قد انضبطت لديك، كالكتاب التوحيد، العقيدة الواسطية، مفهوم؟ أي نعم. ثم الآن قد تجد إشكالات كما سيمر معنا الآن هنا، فماذا تصنع؟ تشهر بالمؤلف؟ لا. يعني الآن مثلا الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى شرح الزاد الشرح الممتع، صح؟ وهو على ما سماه المؤلف ممتع. خالف الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى مسائل كثيرة في هذا الكتاب، لكن أفردها بمؤلف؟ لا. شهر بالمؤلف؟ لا. نشر الكتاب ثم داخل الشرح رد دون أن تشعر، وهذا من فقه العلماء. يعني الآن الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى خالف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد في مسائل، صح؟ شرحها دون أن تشعر، يقول: هذه المسألة ليست مسلمة للمصنف، والصحيح كذا وكذا وكذا،
رد لطيف قدم هذا المؤلف، قدمه في الفضل وفي العلم وشرح الكتاب ورد دون أن تشعر. هذه الطريقة سار عليها الأئمة عندما شرحوا كتب أئمة لهم سابقة وفضل وعلم في ماذا؟ في الكتاب والسنة، وانتسبوا لأهل السنة والجماعة كالمؤلف رحمه الله تعالى. فلا يأتي بعض الطلاب ويقول هذه العقيدة الطحاوية فيها كذا وكذا وكذا، لا، تقول هذه العقيدة الطحاوية شرحها الأئمة على ما سيأتي معنا، الإمام ابن مانع، الشيخ ابن باز، فلان وفلان فلان وكذا، وفيها من الخير. وانتقدوا على المؤلف انتقادات يسيرة، ثلاث انتقادات في عقيدة كاملة. هذا معناه أن هذه العقيدة ما شاء الله عقيدة مباركة، ولا إشكال أن الإنسان يقع في خطأ أو خطأين أو ثلاثة، لا إشكال، ولله الحمد والمنة. مفهوم؟ لا، لم يتعمد، هو لم يتعمد هذا. إحنا قلنا هو أصلا إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، ولا يعني هذا أن يأتي إنسان ويقول والله أخذ عقيدة فلان الضال المبتدع وأشرحها، لا، إحنا قلنا تبحث عن إمام معروف بالعلم والصلاح والاستقامة وتأخذ. نعم، امشي. قال العلامة ابن مانع رحمه الله في حاشيته على العقيدة الطحاوية قوله على مذهب فقهاء الملة إلى آخره: اعلم أن ما ذكره المصنف رحمه الله في هذه العقيدة ليس مختصا بهؤلاء الأئمة المذكورين فقط. نعم، حتى لا يشكل على إنسان، هذا ليس مختصا بهؤلاء. نعم، هذه العقيدة هي معتقد أهل السنة والجماعة. نعم، فإن أهل السنة والجماعة من الأولين والآخرين عقيدتهم واحدة، لأنهم معتصمون بالكتاب والسنة. الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا مهم جدا، لم يختلفوا في العقيدة، اختلفوا في المسائل الفقهية، طبعا في بعض المسائل. تمام، لماذا؟ لأنه لم ينقل لنا اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم في العقيدة، ونقل لنا اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم في مسائل فقهية. نعم، ثم هذه الأمور أجمع عليها الصحابة، وسيأتي بإذن الله تعالى. نعم، ومن خالفهم في معتقدهم صار مبتدعا ضالا ولا يعذر باجتهاده، لأن العذر مقبول في الاجتهاد في فروع الأحكام لا في أصول الدين. نعم، فالعقائد الدينية ليس فيها تعدل مذاهب، بل الصواب مذهب أهل السنة والجماعة وما عداه باطل، فتنبه. نعم، الحق واحد ومعتقد واحد. نعم، وقوله أبي يوسف: أبو يوسف هو الإمام المتقن المجتهد المطلق، وأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري البجلي، ولد سنة 113، أخذ العلم عن الإمام أبي حنيفة وغيره، وأخذ عنه العلم جماعة منهم الإمام أحمد رحمه الله، وولاه الرشيد القضاء، وظل عليه إلى أن مات سنة 183 للهجرة. ولما مات أبو يوسف أقر هارون الرشيد ابنه يوسف على القضاء إلى أن مات يوسف، ولما خرجت جنازة أبي يوسف جعل الناس يقولون: مات الفقه، يا ناعي الفقه إلى أهله، إن مات يعقوب وما تدري، لم يمت الفقه ولكنه حول من صدر إلى صدره. قوله: وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني هو محمد بن الحسن ابن فرقد الشيباني، كان الرشيد ولاه القضاء، وخرج مع الرشيد في سفره إلى خراسان فمات بالري ودفن بها. كان أبوه من جند أهل الشام، فقدم واسطا فولد بها محمدا سنة 132، ونشأ بالكوفة وأخذ العلم عن أبي حنيفة ومالك وأبي يوسف وغيرهم، وكان له مجلس في مسجد الكوفة وهو ابن 20 سنة. قال إبراهيم الحربي: قلت للإمام أحمد: من أين لك هذه المسائل الدقيقة؟ قال: من كتب محمد بن الحسن، مات رحمه الله بالري سنة 189 للهجرة. قال السمعاني: مات محمد بن الحسن والكسائي في يوم واحد بالري. وقيل إن الرشيد كان يقول: دفنت الفقه والعربية بالري. ومحمد بن الحسن المذكور ابن خالة الفراء الإمام المشهور بالنحو واللغة رحم الله الجميع. آمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك الآن له. نبدأ الآن، ذكرنا أولا سبب الدراسة، سبب التسمية العقيدة الطحاوية نسبة إلى الإمام الطحاوي المؤلف رحمه الله تعالى. هؤلاء الأئمة، كثير من الأئمة كتب ما يعتقده، وقد يطلب منك أحيانا يقول: يا فلان
ماذا تعتقد؟ فيكتب كل واحد منهم يعني الذي يعتقد. أحيانا يركز بعض الأئمة على مسائل، المسائل يكون يعني حاجة الناس إليها أكثر في هذا الزمن. يعني تجد مثلا الإمام أحمد رحمه الله تعالى عندما يتكلم يركز دائما على ماذا؟ خلق القرآن. لماذا؟ لأن هذه الفتنة يعني كانت في زمن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نجد مثلا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يركز دائما على ماذا؟ على أي مسألة؟ من يعرف؟ على التصفية والتربية. نعم، ولهذا اشتغل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بتصحيح وتضعيف الأحاديث، يريد يصفي ثم يتربى الناس على هذا. نعم، فكل إمام ينظر الأشياء التي يعني تقع في عصره. نعم، فقه، ولهذا سيركز المؤلف رحمه الله تعالى على مسائل. نعم. قال شيخ الإسلام ابن باز رحمه الله في تعليقه قوله نقول في توحيد الله إلى آخره: اعلم أن التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب ينقسم إلى أقسام ثلاثة حسب استقراء النصوص من الكتاب والسنة وحسب واقع المكلفين. القسم الأول توحيد الربوبية، وهو توحيد الله بأفعاله سبحانه. نعم، توحيد الله، التوحيد هو إفراد الله سبحانه بأفعاله، إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير. نعم، وهو الإيمان بأنه الخالق الرازق المدبر لأمور خلقه المتصرف في شؤونهم في الدنيا والآخرة لا شريك له في ذلك، كما قال تعالى: الله خالق كل شيء، وقال سبحانه: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر الآية. وهذا النوع قد أقر به المشركون عباد الأوثان، وإن جحد أكثرهم البعث والنشور ولم يدخلهم في الإسلام. يعني في الجملة أقروا بهذا التوحيد، ولديهم إشكال نعم في توحيد الربوبية، لكن ليس كالإشكال في توحيد الألوهية. ولم يدخلهم في الإسلام لشركهم بالله في العبادة وعبادتهم الأصنام والأوثان معه سبحانه، وعدم إيمانهم بالرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القسم الثاني توحيد العبادة، ويسمى توحيد الألوهية، وهي العبادة. توحيد الألوهية، توحيد العبودية، توحيد العبادة. نعم، إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد. وهذا القسم هو الذي أنكره المشركون فيما ذكر الله عنهم سبحانه بقوله: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. أجعل الآلهة إلها واحدا، ما معنى هذه الآية؟ يعني الآن أخواننا لو تقربوا علينا أحسن. أجعل الآلهة، هم أقروا بتوحيد الربوبية، هنا الإله الذي يخلق ويرزق عندهم. أجعل الآلهة إلها واحدة، الذي يخلق ويرزق؟ لا، لأنهم أقروا أن الذي يخلق ويرزق من؟ الله. ما معنى الإله هنا؟ المعبود، المقصود عند الحوائج المعبود. نعم، أجعل الآلهة إلها واحدة، يعني من يقصد عند الحوائج إله واحد، مع أنهم في الضراء يخلصون وفي السراء يشركون. ولهذا يعني هذا تنبيه مهم عندنا في هذه الأيام. هذه المعبودات التي تعبد، ما يسميها هؤلاء بالسادة، يسميها من يشرك نسأل الله عليه السلام في هذا الزمن سيد البدو والسيد الحسين والسيد التجاني والسيد والسيد والسيد. السيد هنا هو الإله، السيد هنا هو الإله المقصود عند الحوائج. أهل الشرك في زماننا غيروا كلمة إله إلى كلمة سيد. إذن ليس السيد الذي يخلق، لأنهم يعرفوا أن الذي يخلق هو الله. السيد هنا الذي يرزق، يدبر، يدعى، يعبد من دون الله، كما حصل مع الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وأمثالها الإله المعبود، ولهذا قال العبودية هنا. نعم، وأمثالها كثير. وهذا القسم يتضمن إخلاص العبادة لله وحده،
والإيمان بأنه المستحق لها وأن عبادة ما سواه باطلة، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله، كما قال الله عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. القسم الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو الإيمان بكل ما ورد في كتاب الله العزيز وفي السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أسماء الله وصفاته، وإثباتها لله سبحانه على الوجه الذي يليق به من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، كما قال الله سبحانه: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم، وقال أخوانا ماذا تكتبوا؟ خليكم معنا أخوان، الحمد لله يعني الشرح واضح. لماذا اخترنا شرح الشيخ ابن باز والشيخ ابن مانع رحمه الله الجميع؟ لماذا؟ لماذا عقيدة طحاوية مذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله ثم شرح الشيخ ابن باز وابن مانع؟ لماذا؟ ما السبب؟ يعني ما السبب اختيار هذا الشرح؟ ها يا أخوان لماذا؟ نعم، حتى تعرف أن هؤلاء وإن كانوا يعني يحسبوا على الحنابلة أنهم اعتنوا بهذه العقيدة، بالعقيدة الطحاوية، وقالوا أنها عقيدة واحدة، هذه ليست عقيدة أحناف، لا، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم في إشكالات، لا إشكال في هذه الإشكالات، وهذه لا تنقص من قدر هؤلاء الأئمة ولا تنقص من قدرهم، ونحن لابد أن نجتمع على ماذا؟ على الباطل؟ لا، لابد أن نجتمع على ما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم، لأن من الأمور التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم الاجتماع لا الافتراق. فأتي إنسان من الشرق، من الغرب، من الشمال، من الجنوب، من أي مكان، نقول لابد تجتمع معنا على المعتقد. نعم، وإن كنت تخالف في بعض المسائل الفقهية هذا الأشكال فيها، لكن الخلاف الفقهي لابد يكون خلاف معتبر عند أهل السنة والجماعة، لأن عندنا أصلا خلاف ليس معتبر، فنجتمع ولا بد على ما اجتمع عليه الصحابة رضي الله عليهم، وهؤلاء يشرحوا، ومن أحسن من يشرح والله أعلم هذه العقيدة الشيخ ابن باز والشيخ ابن مانع رحم الله الجميع. نعم، ذكر سورة الإخلاص. سورة الإخلاص فيها توحيد ماذا؟ توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. وقل يا أيها الكافرون فيها توحيد العبودية. ونحن نقرأ في سنة الفجر، سنة المغرب، في الشفع والوتر، في سنة الطواف، صحيح؟ لماذا تجمع بين السورتين؟ حتى تبدأ أول النهار بالتوحيد، وأول الليل بالتوحيد، وقيام الليل بالتوحيد، والطواف بالتوحيد، حتى تحقق التوحيد قول وعمل واعتقاد. نعم، هذا الذي ذكر المؤلف الشارح رحمه الله تعالى. نعم، وقال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء قاعدة عند أهل السنة والجماعة، تنزيه وإثبات، والمعاني معلومة، والكيفية علمها عند الله، والسؤال عنها بدعة، معتقد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. نعم، وقال عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم، بالغة في الحسن أكملة، وقال فادعوه بها دعاء عبادة ودعاء مسألة. نعم، وقال سبحانه في سورة النحل: ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. نعم، والآيات في هذا المعنى كثيرة، والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى الذي لا نقص فيه، وهذا هو قول أهل السنة والجماعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأتباعهم بإحسان، يمرون آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت ويثبتون معانيها لله سبحانه. ما معنى أمروها كما جاءت؟ هل معنى هذا لا نفهم معناها؟ لا، ولهذا نبه المؤلف الشارح الآن هنا، هل معنى هذا أن نقرأ الآيات كما تقرأ الآن؟ الآن يعني مثلا يكتب كتابة بالأردية، باللغة الأردية مثلا، أو اللغة الإنجليزية تكتب باللغة العربية مثلا، أوكي، مثلا يكتب ألف واو مثلا، فأنت تقرأ أوكي وما تفهم ما معنى أوكي مثلا،
هل معنى هذا أن نقرأ نصوص الكتاب والسنة ونمرها ولا نفهم منها شيء؟ لا، أمروها كما جاءت، يعني إثبات وتنزيه، والمعاني معلومة، والكيفية علمها عند الله، والسؤال عنها بدعة. ولهذا قال، تعيد الآن كلام الشارح، قال يمرون آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت، كما جاءت، يعني نفهم معناها ونثبتها لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، وننزه الله سبحانه وتعالى، ونقول المعاني معلومة والكيفية علمها عند الله، والسؤال عنها بدعة. هذا معنى أمروها كما جاءت. نعم، إثبات وتنزيه والمعاني معلومة والكيفية علمها عند الله، والسؤال عنها بدعة، جمعت في قول الإمام مالك رحمه الله تعالى. ويثبتون معانيها لله سبحانه إثباتا بريئا من التمثيل، وينزهون الله سبحانه عن مشابهة خلقه تنزيها بريئا من التعطيل. نعم، وسط بين التعطيل والتمثيل، هؤلاء عطلوا وهؤلاء مثلوا، أهل السنة وسط كما قال الشيخ الإسلام في العقيدة الواسطية رحمه الله تعالى، وسط بين أهل التعطيل، لم يعطلوا، أثبتوا ولم يمثلوا لأنهم نزهوا. نعم، قال وبما قالوا تجتمع الأدلة من الكتاب والسنة، وتقوم الحجة على من خالفهم، وهم المذكورون في قوله سبحانه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، جعلنا الله منهم بمنه وكرمه، والله المستعان. آمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. نعم، الآن سيمر معنا الموضع الأول الذي يعني فيه إشكال، وسنرى كيف يتكلم هؤلاء الأئمة على هذا الإشكال. هل شهروا بالمؤلف؟ هل صنعوا كذا أو كذا أو كذا؟ ماذا صنع هؤلاء؟ نعم، قال العلامة ابن مانع رحمه الله قوله قديم بلا ابتداء، قديم بلا ابتداء. نعم، يوصف سبحانه بالقدم بمعنى أنه يخبر عنه بذلك كما نعم. ذكره عندنا باب الأخبار أوسع من باب الأسماء والصفات، عندنا أضيق باب الأسماء، وأعلى منه باب الصفات، وأكبر باب هو باب الإخبار. يخبر عن الله سبحانه وتعالى بأنه شيء، صح؟ ما الدليل؟ قل أي شيء أكبر شهادة. ويخبر عن الله أنه مذكور، لكن لا يوصف ولا يسمى الله سبحانه وتعالى بالشيء. نعم، طيب، يوصف الله سبحانه وتعالى بأنه يأتي إتيان حقيقي يليق بجلاله وعظمته، لكن هل يسمى بالآتي والجائي؟ لا. إذن أوسع باب عندنا أي باب؟ باب الأخبار. وأضيق باب الأسماء، والوسط باب الصفات. نعم، طيب، فهل يخبر عن الله سبحانه وتعالى بأنه قديم؟ نعم، قال كما ذكره ابن القيم في البدائع، وباب الإخبار أوسع من باب الصفات التوقيفية، وأهل نعم. العلم لم يذكروا لفظة القديم في الأسماء الحسنى. يقول، اسمع إلى الرد الآن، الرد الجميل، يقول وأهل العلم نعم لم يذكروا لفظة القديم في الأسماء الحسنى، ولكنهم يخبرون عنه. ليست لا في باب ذلك. الأسماء ومن باب أولى، ليست في الصفات ولا في الأسماء، تمام، ولكنهم يخبرون عنه سبحانه بذلك. قال في النونية وهو القديم فلم يزل، يعني هذا القول قول من؟ قول ابن القيم. طيب، إذا قال ابن القيم الآن ماذا نصنع؟ نقول هذا من باب الأخبار، أما من باب الأسماء والصفات لا يوصف الله سبحانه وتعالى بهذا. نعم، وأولى منه، نقول وأولى منه، ماذا نقول؟ الأول، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، إحاطة زمانية وإحاطة مكانية. فنقول ليت المؤلف هكذا، نقول ليت المؤلف رحمه الله قال هنا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، جاء بالآية، ليت المؤلف غير هذا. الشيخ بن عثيمين رحمه الله في الواسطية، هذا شيخ الإسلام صاحب الواسطية المؤلف، والشيخ بن عثيمين رحمه الله الشارح الآن، فأراد
يعني أشياء الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يراها. إيش يصنع؟ يقول ليت المؤلف أضاف في هذا الموضع ماذا؟ قول الله سبحانه وتعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، ليته يقول أضاف هذه الآية. فأصبحنا الآن عندما نأتي للطلاب عندما يحفظون نقول أضيف هذه الآية، من أضافها؟ هنا في المتن، يعني أضاف الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، ولا إشكال في هذا. ونقول هنا ليت المؤلف رحمه الله تعالى أبدل بدل قديم، أبدل ماذا؟ وضع الآية، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، إحاطة زمانية وإحاطة مكانية. ومن شرح الأول والآخر والظاهر والباطن؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا نتعدى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنت الأول فليس قبلك شيء، الحديث. نعم، أنا أخواننا والله أردت، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق السداد، والله أردت بقراءة هذا الكلام أن نعرف كيف نرد على المخالف، كيف نرد على إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، هل نشهر بالرد أو كذا؟ اسمع إلى الرد، رد لطيف دون أن تشعر. قال ليس في كلام الأئمة كذا كذا، كلام من أحسن ما يكون دون أن يشعر أحد، ورد المسألة وانتهى الأمر. نعم، قال في النونية وهو القديم فلم يزل بصفاته سبحانه متفردا بل دائم الإحسان. نعم، قال العلامة ابن باز رحمه الله قوله قديم بلا ابتداء، هذا اللفظ لم يرد في أسماء الله الحسنى كما نبه عليه الشارح رحمه الله وغيره، وإنما ذكره كثير. الشارح من الشارح؟ ابن أبي العز، ابن أبي العز الحنفي، هذا من أحسن وأنفع الشروحات. هذا الكتاب اعتنى يعني الشراح، كل من يريد الآن يشرح العقيدة الطحاوية يرجع إلى هذا الشرح. الشرح هذا طويل، صح؟ صحيح إخوان، هي طويل جدا. المؤلف الشارح ابن أبي العز الحنفي اختصر هذا الشرح، هذا في زمنه، اختصر هذا الشرح ووضع شرح مختصر للعقيدة الطحاوية. في هذه الأيام نرى هذا الشرح إيش؟ طويل جدا يا رجل. نعم، قال وإنما ذكره كثير من علماء الكلام ليثبتوا به وجوده قبل كل شيء، وأسماء الله توقيفية لا يجوز إثبات شيء منها إلا بالنص من الكتاب العزيز أو السنة الصحيحة، ولا يجوز إثبات شيء منها بالرأي كما نص على ذلك أئمة السلف الصالح. ولفظ القديم لا يدل على المعنى الذي أراده أصحاب الكلام، لأنه يقصد به في اللغة العربية المتقدم على غيره وإن كان مسبوقا بالعدم، كما قال كما في قوله سبحانه حتى عاد كالعرجون القديم، وإنما يدل على المعنى الحق بالزيادة التي ذكرها المؤلف وهو قوله قديم بلا ابتداء. ولكن لا ينبغي عده في أسماء الله الحسنى لعدم ثبوته من جهة النقل، ويغني عنه اسمه سبحانه الأول كما قال عز وجل هو الأول والآخر والله ولي التوفيق. نعم، يغني عنه، رد لطيف. إذن يعني هذا هو الموضع الأول، علمنا الموضع وعلمنا كيفية التنبيه على هذا الموضع. نعم، من هذه العقيدة المباركة. سؤال، ما لم يرد إثباته ولا نفيه في كتاب ولا سنة، ما هي طريقة أهل السنة والجماعة فيه؟ ما لم يرد إثباته ولا نفيه، مثل جسم وحيز ومكان، ما لم يرد لا إثباته ولا نفيه، هل نثبت الجسم لله أو ننفي الجسم عن الله؟ نقول عندنا قاعدة عند أهل السنة والجماعة، ما لم يرد إثبات ولا نفي كتاب ولا سنة لا نثبت ولا ننفي، ونسأل عن المعنى. يقول مثلا هل تثبتون المكان لله؟ نقول هذه الكلمة، كلمة مكان، لم يرد في كتاب والسنة إثبات هذه الكلمة ولا نفي عن الله، ونسأل عن المعنى، ماذا تريد بالمكان؟ قال نريد بالمكان إثبات العلو لله سبحانه وتعالى الوجه اللائق به. نقول هذا ثابت لله سبحانه وتعالى، لكن لا تذكر كلمة مكان، واذكر ما جاء في الكتاب والسنة من استواء وعلو وفوقية، صحيح؟ وإذا أرادوا، نقول إذا أرادوا بالمكان أن الجهات وأن المخلوقات تحيط بالخالق، نقول هذا باطل بالكتاب والسنة وإجماع الأمة.
وما فطر الله سبحانه وتعالى عليه الخلق، مفهوم؟ إذا ما لم يرد في كتاب ولا سنة إثباته ولا نفيه، لا نثبت ولا ننفي ونسأل عن المعنى، ونقول نرجع إلى ما جاء في الكتاب والسنة كما ذكر المؤلف، قال وأولى منه ويغني عنه أن نقول هو الأول، نعم، أو نذكر الآية كاملة، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: لا يفنى ولا يبيد، نعم، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية، ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، نعم، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. نمشي واحد واحد أحسن من الأول. قال: لا يفنى ولا يبيد. نعم، الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا هو الأول والآخر والظاهر والباطن، إحاطة زمانية وإحاطة مكانية، وصفات الله سبحانه وتعالى هي صفات ثابتة لله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى خالق قبل أن يخلق السماوات والأرض، يعني قال ما استحق الله سبحانه وتعالى اسم الخالق بعد أن خلق السماوات والأرض، هو خالق قبل أن يخلق السماوات والأرض، والله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام حقيقي مسموع، له صوت وحروف، يتكلم متى شاء وبما شاء ومع من شاء كيفما شاء، ليس عندما كلم موسى عليه الصلاة والسلام استحق هذه الصفة، لا، هو موصوف بهذه الصفات سبحانه وتعالى، نعم. قال: ولا يكون إلا ما يريد، لا يكون في ملك الله إلا ما أراد الله سبحانه وتعالى، ولهذا ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، نعم. لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، لذلك قلنا إثبات وتنزيه والمعاني معلومة، والكيفية علمها عند الله، والكيفية كيف تعلم، كيفية الشيء كيف تعلم، إما بالرؤية بالمشاهدة أو بخبر الصادق أو برؤية المثيل إذا كان له مثيل، أخبرنا الصادق؟ لا. رأينا الله؟ لا. هل يوجد لله مثيل؟ لا، ليس كمثل شيء. إذن الكلام في الكيفية حرام محرم، وقول على الله بلا علم، نعم. ولا يشبه الأنام، ليس كمثله شيء، نعم، إثبات وتنزيه. حي لا يموت، حي ذو حياة كاملة لم تسبق بعدم ولا ألحقها فناء، والحي كمال ذاتي، والقيوم كمال سلطاني، وإذا جاء الحي مع القيوم كان حسن على حسن، ويقال أن اسم الله الأعظم الحي القيوم، نعم. حي لا يموت، حي لا يموت، قيوم لا ينام. الصفات المنفية طريقة أهل السنة والجماعة، نسأل الله يجعلني وإياكم منهم، في الصفات المنفية نفيه عن الله كما نفى عن نفسه مع إثبات كمال الضد، تقول نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه السنة والنوم لكمال حياته وقيوميته، نعم. حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، خالق بلا حاجة ذكرنا، نعم، رازق بلا مؤونة، نعم، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، نعم، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، وقلنا هذا الصفات ثابتة لله سبحانه وتعالى الوجه اللائق به، نعم، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، نعم، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبدية، نعم، ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوب. مثال قلنا الحي ذو الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا الحقها فناء، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، لماذا قال وتوكل على الحي الذي لا يموت ولم تكن الآية مثلا وتوكل على عزيز الرحيم مثلا، لأراد الله سبحانه وتعالى يبين بطلان الاعتماد على غيره،
لأن هؤلاء يموتوا، والله سبحانه وتعالى لا يموت لكمال حياته وقيوميته سبحانه وتعالى. نعم، له معنى الربوبية ولا مربوب. نعم، الربوبية أخواننا، الله سبحانه وتعالى رب، الرب التربية على قسمين: تربية لما تقوم به الأبدان، مثاله الخلق والرزق، وتربية للباطن. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق فهو الرب، خلق الخلق ورزق الخلق، هذه تربية. لكن أعلى من هذه، أنزل الكتب وأرسل الرسل حتى يتربى الخلق. نعم، ولهذا دعاء الأنبياء عليهم الصلاة أكثر ما يكون ربنا. أي نعم، لأن التربية على قسمين على ما ذكرنا. نعم، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. نعم، وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. نعم، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعم، ونجد أن هذه الآية تتكرر: الله أعلم، لا يوجد كتاب في العقيدة إلا في هذه الآية، ليس كمثله شيء. وهذا بركة القرآن، يعني آية واحدة وقواعد كثيرة في هذه الآية. نعم، قال العلامة ابن مانع رحمه الله: قوله ذلك بأنه على كل شيء قدير يجيء في كلام بعض الناس وهو على ما يشاء قدير، وليس ذلك بصواب، بل الصواب ما جاء بالكتاب والسنة وهو على كل شيء قدير. ولهذا يقول: إن استطعت ألا تتكلم إلا بالكتاب والسنة فافعل. أنه قد تتكلم بكلمة لم ترد في الكتاب والسنة ويدخل عليها إشكالات، لكن عندما تأتي وتتكلم بكلمة نعم من الكتاب والسنة لا يمكن يدخلها إشكال أصلا. ولهذا تميزت كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بهذا، أنه يأتي بالنصوص. مثلا في تعريف توحيد الأسماء والصفات قال: من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. والبعض الآخر قال: تشبيه. فانتقدوا على من قال من غير تشبيه، وما استطاعوا، ما يستطيع أحد يتجرأ وينكر من غير التمثيل، لأن هذا ورد في القرآن. صحيح. نعم، بل الصواب ما جاء بالكتاب والسنة وهو على كل شيء قدير. على كل شيء قدير، وقول بعض الناس على ما يشاء هذا يقول لم يأتي. نعم، لعموم مشيئته وقدرته تعالى، خلافا لأهل الاعتزال الذين يقولون: إن الله سبحانه لم يرد من العبد وقوع المعاصي، بل وقعت من العبد بإرادته لا بإرادة الله. وهذا باطل. العبد نعم له إرادة وله مشيئة، لكن تحت مشيئة الله النافذة، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فأتوا حرثكم أنى شئتم. نعم، ولهذا يقول أحد ضلالهم: زعم الجهول ومن يقول بقوله أن المعاصي من قضاء الخالق، إن كان حقا ما يقول فلما قضى حد الزنا وقطع كف السارق. وقال أبو الخطاب رحمه الله في بيان الحق والصواب: قالوا فأفعال العباد، فقلت ما من خالق غير الإله الأمجد. قال الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وخلق أفعال العباد، فأفعال العباد مخلوقة. نعم، والله خلقكم وما تعملون. وهذه مراتب القضاء القدر أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. نعم، قالوا فأفعال العباد، فقلت ما من خالق غير الإله الأمجدي. قالوا فهل فعل القبيح مراده؟ قلت الإرادة كلها للسيد. نعم، لأنهم لم يفرقوا بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. قدر الله سبحانه وتعالى وقوع الشرك والبدع والمعاصي لحكمة أرادها الله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم، لو لم يرده وكان نقيصة سبحانه عن أن يعجزه الردي. نعم، لا يمكن أن يقع في ملك الله إلا ما أراد الله سبحانه وتعالى. وهذه الإرادة التي ذكرها أبو الخطاب في السؤال هي الإرادة الكونية القدرية، لا الإرادة الكونية الشرعية، كما سيأتي بيان ذلك موضحة. نعم، وسنفرق بين القضاء الشرعي والقضاء الكوني، حكم شرعي وحكم كوني، إرادة شرعية وإرادة كونية. نعم، قال الإمام الطحاوي رحمه الله: خلق الخلق بعلمه. خلق الخلق بعلمه،
ما معنى هذا؟ جاء رجل وأخذ قطعة لحم ووضعها في إناء وتركها، بعد فترة يعفن هذا اللحم ويخرج دود، فادعى أنه خالق لهذا الدود هذا الرجل. فجاء إليه رجل وقال: طيب أنت الخالق لهذا الدود؟ قال: نعم. قال: كم عدده؟ قال: لا أدري. قال: كم الذكور من الإناث؟ قال: لا أدري. قال: متى يموت؟ قال: لا أدري. قال: ألا يعلم من خلق؟ إذن الخالق عندنا الآن الاسم دلالة مطابقة وتضمن والتزام، كل اسم من أسماء الله ننظر فيه هذه الدلالات، دلالة مطابقة وتضمن والتزام. الآن الخالق هذا الاسم ثابت لله، والاسم فيه صفة، نثبت الاسم لله ونثبت الصفة دلالة مطابقة، صحيح، وتضمن الاسم متضمن للصفة، فهو خالق، خالق اسم على مسمى وتضمن الاسم داخله صفة، والتزام لا يمكن أن يكون خالق إلا بعلم وقدرة. نعم، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن أرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. لماذا؟ قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذن ما يمكن يكون خالق إلا بعلم وقدرة. نعم، قال: وقدر لهم أقدارا، قدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا. نعم، لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، يعني قبل أن يخلق الخلق علم أفعال العباد. نعم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. نعم، وأمرهم بطاعته ونهاهم. ومع هذا أمرهم ونهاهم، إذن يريد يرد على القدرية والجبرية، يقول: خلق الخلق وخلق أفعال العباد وعلم من العباد عاملون، ومع هذا أمرهم ونهاهم وسماه مصلي وصائم وبر وفاجر. نعم، ولا تعارض بإذن الله. وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته. نعم، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشاء لم يكن. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، هذا الكلام من كلام العلماء، وعندنا أدلة من الكتاب والسنة، صحيح، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فأتوا حرثكم أن شئتم. نعم، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. نعم، وما ربك بظلام للعبيد وهديناه النجدين. نعم، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. نعم، بين فضله وعدله، فضل لمن أطاع وعدل لمن عصى. ولهذا يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: يخطئ من يقول أن هذا الدين الإسلامي دين مساواة، هذا باطل. الدين الإسلامي دين عدل. نعم، وهو متعال عن الأضداد والأنداد. نعم، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. نعم، نقف. طيب، مرت ساعة الآن قريبا ساعة أو بقي شيء؟ لا، الساعة بالتمام. بالتمام، طب نراجع لو خمس دقائق. طيب، ولا تحسبها من الساعة. نعم، ماذا أخذنا؟ ها يا إخوانا الشيخ، ها يا رجل، دراستنا في العقيدة سبب الدراسة. نعم، وسبب دراسة هذا المتن، سبب دراسة العقيدة، وسبب دراسة هذا المتن بالذات. نعم، ترجمة للإمام الطحاوي وللإمام أبو حنيفة رحمه الله وللإمام أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني رحمه الله الجميع. نعم الشيخ. نعم،
شرح ابن أبي العز الحنفي هو ذكر في أول الشرح أنه هذا مختصر. نعم، ونحن اليوم شو مطول ها الشيخ أي شيء. نعم، قلنا تميز هذا الشرح، أردنا أن نجتمع ونجمع هؤلاء، من يعني يقول أنه على مذهب أبو حنيفة الشافعي، نقول لابد نجتمع، لأن الصحابة اجتمعوا على العقيدة، لابد نجتمع عليها على ما اجتمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم. نعم، المعصوم من عصم الله، ولكن عندما نريد نرد نبين خطأ نسير على ما كان عليه العلماء. وأردنا بقراءة كلام الشيخ بن بانع الشيخ بن باز رحمه الله الجميع أن نتعلم كيف نتكلم إذا وجدنا أي شيء عن أئمة أهل السنة. طبعا المخالفين لأهل السنة أصلا لا ننظر لهم. نعم، الترضي على غير الصحابة يصح إذا كان ليس فيه إشكال على السامع، تقول قال الإمام أحمد رضي الله عنه، هذا ما يشكل لأنه معروف الإمام أحمد ليس بصحابي رحمه الله تعالى ورضي عنه، ولكن هذا من باب واحد، باب الدعاء. أما الصحابة من بابين، أخبار أن الله سبحانه وتعالى رضي عنهم، وإن شاء ندعو الله أن يرضى عنهم. باب الأسماء والصفات، قلنا باب الأسماء أضيق باب، وأوسع منه باب الصفات، وأوسع باب باب الإخبار. نعم، قول القديم، وقلنا القديم أحسن شيء نذكر هنا ماذا يقول يغني عنه الأول، وهذا الكلام ورد عن ابن القيم، وحتى لو ورد عن ابن القيم أو غيره من الأئمة نقول نأتي بما ورد في الكتاب والسنة، وهذا أسلم، نقول هو الأول. جزاك الله خير شيخنا. نعم، بس نقطة تفضل. ينبغي يعني على طالب العلم أن يجمع مع دراسة كتب شيخ الإسلام في العقيدة أو كتب المتأخرين كشيخ بن باز وبن عثيمين في العقيدة كتب السلف، حتى يزداد يقينا بالعقيدة، وحتى يرد على المخالف الذي لا يقبل بكلام شيخ الإسلام ولا المعاصر. تمام، وهذا الذي قلنا الآن، عندما يذهب شرق آسيا يذهب إلى المغرب العربي إيش يصنع؟ لو تقول له قال شيخ الإسلام ممكن يقتلك، فأنت تقول قال الإمام أحمد، قال الإمام مالك، قال الإمام أبو حنيفة، قال أبو جعفر الطحاوي، قال أبو يوسف رحمه الله، قال الأئمة، قال كذا كذا كذا، يقول أنت من أين؟ من أين أتيت لي بهذه الأقوال؟ تقول هؤلاء أئمتنا، الإمام أبو حنيفة إمامنا، الإمام أبو حنيفة نرى، والله هم يستغربوا أحيانا عندما تأتي إلى هذه المناطق وتقول حب أبو حنيفة من الإيمان، يقول سبحان الله أنت وهابي وتقول هذا الكلام، هو يرى هذا، لأنه هناك يعني إشكالات لديه في الداخل. والله أنا جاءني رجل في المسجد النبوي هناك ورأى كتاب التوحيد والعقيدة الواسطية، فقال أنتم كفار. قلت يا رجل، قال أنكم ما تترحموا على الإمام أبو حنيفة. قلت تعال، هذا كتاب التوحيد قول مفيد موجود، وفتحت موجود. قال أبو حنيفة رحمه الله استغرب، قلت كذا وكذا وكذا ونقول كذا ونعتقد كذا. قال والله أنا ما أصلي خلف الشيخ الحذيفي، أنا أكفر الوهابية ومنهم الشيخ الحذيفي. قلت تعال نذهب أنا وأنت للشيخ الحذيفي ونسأل عن الإمام أبو حنيفة. قال لا اقتنعت. قلت الحمد لله لعلك صادق. فإخواننا يعني الشيخ بن عثيمين، أنا أعطيك مثال على الشيخ بن عثيمين رحمه الله، يقول أنا في المسعى في مكة في السعي، يقول وأنا أسعى رأيت رجل يسعى أكرمكم الله في نعليه، والشيخ يرى أنه هذا ما يصح في المسجد الحرام، فقال لهذا الرجل السلام عليكم، قال عليكم السلام، قال جزاك الله خير اخلعنا عليك، قال لا لا يجوز، يقول راح وخلاني، قال يجوز وراح، قال تعال الآن لابد من التنبيه، قال تعال، قال نعم، قال أنا محمد ابن صالح ابن عثيمين اخلعنا عليك، يقول جزاك الله خير، خلعها وضع هنا ومشى. أي صحيح، تقول هذا قال أبو، أنت تريد ماذا؟ تريد أن يرجع للحق؟
تسعى بكل طريق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمه كافر، يقول لعمه، يقول يا عم. لماذا؟ حكمة في الدعوة حتى يرق له. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول يا أبتي، وما بالك تقول هذا قول فلان فلان. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ألف الواسطية حتى نتوسط، ثم بعدها ارتفع بماذا؟ حموية حتى نحمي. ذكر في الحموية سرد أقوال الأئمة وقال والله لو يعني تعمدت أجمع كتب الأئمة في المعتقد لخرجت هذه العقيدة في مجلدات، لكن قصد أن يجمع كلام بعض الأئمة حتى نرد على هؤلاء ونرجع هؤلاء إلى المعتقد الصحيح. هذا سبب تأليف الحموية عند المؤلف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. ولهذا الحموية فيها عقائد في داخل هذه العقيدة، عقائد داخلها، عقائد للأئمة، ومنهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباع الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم.